الاتحاد الأوروبي كيف يتعامل أو كيف يجد حكومة السوداني الحالية فيما يخص الشراكات والتعاون مع الاتحاد الأوروبي؟ حقيقة يحق لي أن أتكلم ما يخص شراكاته معنا كاتحاد أوروبي، وحقيقة كانت لنا تجربة عمرها سنة، وهو ماشي بطريقة تغيير نحو إعطاء قوة كبرى للاقتصاد وكذلك للشعب، ولا يتم كل شيء عن طريق الحكومة كما كان سابقا. والسوداني قد فهم هذا تماما ومشى باتجاهه بشكل إيجابي تماما، وهي الطريقة الصحيحة ليست فقط في العراق فقط، ولذلك نحن نسانده تماما بهذه السياسة. من هي أكثر الحكومات التي تعاونت بشكل إيجابي مع الاتحاد الأوروبي؟ من الصعب جدا أن أصنع نوع من الحكم على الحكومات السابقة وكيف كان المقارنة ما بينها، لكنه نحن لدينا أهدافنا الخاصة، وأكرر هنا إن من المهم جدا ليس ما مضى في السابق، وإنما ما نتطلع إلى المستقبل وماذا سنصنع في المستقبل. المنطقة بأكملها غير مستقرة، وهناك عدة صعوبات لم تكن في السابق موجودة مع الحكومات السابقة، مثلا الحرب بين إسرائيل وغزة وهو عقبة كبيرة باتجاه أمن المنطقة، لكني بالمجمل أستطيع أن أقول أنه كان هناك تعاون جيد في السابق.